مقصورة السوالم هي عبارة عن قصر أثري كبير يتبعه عدد من الملاحق التي بناها أمير البكارية سابقا عبد الله بن سويلم بن عثمان آل سويلم بعد نشأة البكارية بوقت ليس بطويل. وفيما يروى أنه في بداية الربع الثاني من القرن الثالث عشر الهجري. الله، وهذه يعني إطلالة بسيطة على هذا المكان الجميل. مقصورة السويلم في البكارية، الحقيقة هذه أنا أقول القلعة الشامخة الجميلة اللي بالفعل كانت أجمل بالكلمات الترحاب اللي وجدته في أول وصولي إلى هذا المكان الجميل. شوفوا كيف التفاصيل الجميلة الموجودة في هذه المقصورة. الله، إن شاء الله نوفق في نقل جماليات هذه المباني التراثية الجميلة إلى كل مكان في العالم لأجل أن يرانا العالم بعيون فنان. وهذا مصعد إلى الدور الثاني. شوف كيف الإطلالات الجميلة. هذه مقصورة السويلم في البكارية، وما زال في دور ثالث، إن شاء الله نوفق في الصعود له. جميلة هذه القلاع وهذه المنازل بالتفاصيل الموجودة فيها الحقيقة اللي تعطينا روح من الزمن الماضي ورائحة الأجداد. الله الله، شوف كيف الإطلالات الحلوة.